المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس، أهلا بك كولونيل. إذا اليوم دمشق اتهمت التحالف الدولي ضد داعش بقيادة واشنطن بقصف معسكر للجيش السوري في دير الزور، والتحالف نفى. هل لك أن توضح ملابسات ما حصل؟ نعم، لقد درسنا كل الوقائع ولم نرى ما يشير إلى ذلك. لدينا 4 ضربات للتحالف في دير الزور أمس، وجميعها كانت موجهة ضد منشآت نفطية، ولم يكن هناك من أشخاص. وحصل أيضا بعض ضربات على بعد 50 كيلومتر من هذا الموقع العسكري، وبالتالي نحن يمكننا أن نؤكد أن هذه الضربات التي استهدفت المعسكر لم تأتي من الائتلاف. نعم، ولكن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قال إنها ربما تأتي من القاذفة الروسية. ما هي المعلومات؟ هي إمكانية. نحن نعرف أن الجيش الروسي كان نشطا أمس في سوريا، وقام أيضا بضربات، واستعملوا أسلحة بعيدة النطاق، وحلقت الطائرات الروسية فوق الرقة ودير الزور. طب ما مدى التزام روسيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة؟ هل لازال التنسيق التام قائم؟ نحن لم ننسق، وهي نقطة مهمة جدا في إطار مذكرة التفاهم. مسؤوليتنا في إطار مذكرة التفاهم تقضي بأي لا نستهدف بعضنا البعض، أن نقصف على بعضنا البعض، أن نقوم بأي عمل قد يؤدي إلى زيادة التوتر، ولكن لسنا مضطرين وهم ليسوا مضطرين بأن يقولوا لنا أو نقول لهم مسبقا كيف ستكون العمليات. طب في موضوع آخر، ما هو موقف البنتاغون من الأزمة الناشبة بين بغداد وأنقرة بعد انتشار مئات الجنود الأتراك قرب الموصل؟ طبعا نحن نعي وجود هذه التقارير التي تشير إلى دخول قوات تركيا إلى كردستان العراق، ولكن أكتفي بالقول هنا إننا نريد من الجميع أن يفهم أن هذا لا يعتبر جزءا من عملية للائتلاف. نحن نحترم سيادة الأراضي العراقية، ونعتقد أن كل عمليات نشر القوات في العراق جنوبا أو شمالا لابد من أن تجري بعد دعوة من الحكومة العراقية. لكن هل تقومون بأي شيء لتقليل حدة التوتر بين البلدين؟ هي مسألة تخص الأتراك والعراقيين، وهم سيعملوا على حلها. وزارتي الدفاع من الدولتين تبادلتا الكلام خلال فترة نهاية الأسبوع، وهذا أمر أو مؤشر إيجابي. ونريد نحن أن نتأكد أن كل القوات العسكرية التي تتصرف فوق أراضي العراق تفعل ذلك بموافقة الحكومة العراقية. شكرا لك المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس على هذه المشاركة معنا مباشرة من البنتاغون.